بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أكلمكم عن مرض من أمراض الخدمة. خدنا كذا مرض من الأمراض المنتشرة في الخدمة، نقصد بيها يعني خادم يكون جوه الخدمة يعني بيخدم بس في مثلا سوء ظن في الناس، في إدانة كتير، في غضب كتير، في ضياع للهدف. عاوز أكلمكم النهاردة عن السطحية. السطحية عارفين دي عشان تفهموها، كانوا زمان في الأرياف في واحد الحلاق مثلا يسموه يا دكتور، يقولوا له يا دكتور، وساعات صنايعي عادي يقولوا له يا باشمهندس. بس كده مش كل من حمل لقب خادم ممكن يكون في نظر الله خادم. ما هو اللقب سهل، يعني عاوز أقول إيه، أي حد بيخدم دلوقتي، لكن يا ترى احنا كلنا هنتحسب قدام ربنا خدام بجد، ولا ربنا له نظرة تاني؟ زي ما قلنا مش كل دكتور بيطلع دكتور، ومش كل مهندس بيطلع مهندس. تفكرنا لما سألوا المسيح أقليل هم الذين يخلصون، قال لهم اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، لأنه هيجي وقت تقفون خارجا وتقولون افتح لنا، علمت في شوارعنا وأكلنا أمامك وشربنا، فيقول إيه، اذهبوا عني لا أعرفكم. في واحد منسوب على جو الخدمة أهو برضو إيه حلو، يعني خد اللقب يروح ويجي لكن بسطحية. سطحية يعني إيه؟ أديكوا كذا جانب للسطحية عشان تراجعوا ضمائركم. مثلا سطحية التحضير، احنا مفروض ملتزمين ان احنا بنسمع موضوع ونحضره كويس ونروح نقوله للناس البسطاء، منها احنا نسمع ونستفيد، ومنها برضو ايه هم يسمعوا كلمة ربنا. في واحد من السطحية يجي لغاية يوم الخدمة ويقول هو الموضوع ايه النهاردة، يعني حتى مش عارف الموضوع اللي انت رايح تقوله، وبعدين اول ما يسمع كلمتين يقول خلاص انا هعرف اقول. هي الحكاية كده. غير واحد تاني تلاقيه سمع الموضوع مرتين تلاتة وقعد يكتب ويلخص ويفكر ويجيب كتاب روحي ويقعد يصلي، رب اديني كلمة قولي اقول للناس ايه، دي مسؤولية، وخلي كلام يقطع فيا الاول، ويقول انا محتاج الدرس ده لنفسي، ويقعد يطبقه على روحه ويحاسب نفسه على كل كلمة. فرق كبير طبعا بين خادم واخدها بذمة ومركز مع نفسه وحاسس بمسؤولية ان الناس دي مسؤولية وكلمة ربنا دي مسؤولية، وبين واحد واخدها على الوش كده قشور. سطحية في التعامل، بمعنى ايه؟ في واحد يفضل يخدم في منطقة حتى ما استعناش يحفظ اسماء مخدومين، يقول الستة دي اللي عندها 5 عيال دي يعني بقالك 6 شهور بتزوريها مش عارفة انها ام فلان، حتى اسمها مش حافظاه. سطحية او مشوار يتقضى وخلاص. لكن في واحد تاني يدخل بيت يحبهم ويهتم بيهم ويصلي لهم بالاسم كل يوم في صلاته وفي قداسه، ويروح المرة اللي بعدها مشتاق لهم بجد ومشغول عليهم، ولو اتفق معهم على اتفاق بيكون هو عمله قبلهم، يلزم نفسه بيه قبل ما يلزمهم بحاجة. واحد واخدها جد، خادم بجد، طبيعي الناس دي هتحبه وتتأثر بكلامه ويتغيروا على ايديه لأنه خادم عميق مش سطحي. التاني سطحي كده، أو يعني معتبرهم شوية ناس غلابة ما بيفهموش، أو أي كلام يرضيهم وخلاص، مش عارف إن دي نفوس غالية وإن دول أقرب لربنا ودي صلواتهم أقوى من صلواتنا. في واحد يبقى في جو الخدمة يفضل كل اللي شغله منظره، بقاله 10 سنين وكل اللي شغله برضو بيقولوا عليا إيه وشكلي إيه ودرسي إيه، يعني طب ابتديت بسطحية واخد بس وش الخدمة من بره، طب ما دخلتش للعمق مع كل السنين دي، ما حسيتش إنك بتخدم مع ربنا نفسه، ما اهتمتش برأي ربنا فيك،
ما خدتهاش مجال توبة وقلت ده الكلام اللي أنا قلته لوحده يشهد عليا 100 مرة، ده أنا قلت كل الكلام اللي ممكن يتقال، كلمتهم عن الصلاة وكلمتهم عن التوبة وكلمتهم عن المحبة، طب أنا ما عملتش الكلام ده. ففي واحد واخدها بجد، واحد واخدها بسطحية. اللي واخدها بسطحية لا يتقدم في الخدمة، لا ينمو، ده عيب تاني، إنه زي ما هو كده، زي ما دخل من كذا سنة يفضل زي ما هو. وفي خادم جد، فلأنه بياخد الحكاية على جد، سنة عن سنة بتلاقي روحياته اختلفت، حياته اختلفت، شخصيته اختلفت، طبعه اختلف. ليه؟ لأن الخدمة عمالة تغير فيه، لأنه داخل بعمق، داخل بتركيز، فمهتم إن هو نفسه يتغير. في واحد فاكر الآية اللي بتقول خدامه لهيب نار، فهو مجرد إنه بيخدم برتابة بسطحية ضميره تعبه. وفي واحد ناس المعنى ده أهو خادم وخلاص. السطحي كمان سطحي في كل حاجة جوه الخدمة، يعني يركب الأتوبيس يقول يا ترى طبخين لنا إيه النهاردة، طريح الأتوبيس بتاع الخدمة هتشوف زميلاتك هيأكلونا إيه النهاردة، ولا في القطر يبقى كل اللي شغله هناكل إيه ونشرب إيه. يا حبيبي دي مسؤولية، احنا رايحين نشتغل مع ربنا، حلو ان احنا نبقى غابي ومحبة وهيصة كل ده كويس، لكن في ناس بتبقى هي دي الخدمة بالنسبة لها، مجرد فسحة واكل وشرب ورحنا وجينا وخلاص. طب والصلاة والنفوس دي، دي نفوس غالية جدا مش في باله. السطحي كمان تبقى الرسائل الروحية جاية من حواليه من كل الاتجاهات، وهو زي الأرض اللي اتوصفت في مثل الزارع، البذرة تقع العصفورة تاخد، والبذرة تقع العصفورة تاخد، سطح سطح الكلام كله على الوش، ما بيسيبش ولا كلمة تدخل جوه قلبه تنخسه، ولا فكرة تدخل تحركه، هو واخد الموضوع ايه منظر وخلاص من بره كده. طبعا ده خطر جدا. كمان السطح تلاقيه يقع في كل اللي قلناه، يفضل يدين في اخواته الخدام، يصعب عليه كرامته كل شوية، يغضب على أقل موقف، يسيء الظن في الأمين، يتكلم على أبونا، ما هو الحكاية كلها سطحية. إنما في واحد تاني الخدمة بالنسبة له حاجة كبيرة، عايل همها، مش عايل همها بطريقة نفسية، يعني مستكترها على روحه، حتى بعد ما بيخدم بقاله 20-30 سنة مستكترها على نفسه، فيحضر لها ويصلي جامد عشان يوم الخدمة، ويبقى حاسس انه اقل من الموضوع، وطالب نعمة من ربنا، وخايف يقول رأي ما يكونش مظبوط. برضو من السطحية احبائي ان يبقى عندنا مجالات نزداد علم روحي ونقول مش عاوزين، يعني كلنا خدام انبا ابرام سطحيين شوية في الحتة دي، وانا منكم. مثلا كم واحد درس تاريخ كنيسة كويس؟ كم واحد حافظ ألحان كفاية؟ كم واحد فاهم الطقس كويس؟ كم واحد يعرف يشرح ثالوث القدوس ولا العقيدة؟ احنا الأمور دي كلها ايه بنعتبرها حاجات دسمة شوي مش عاوزينها، احنا عاوزين يا ابونا تقول لنا كلمتين عن الصلاة، كلمتين عن المحبة وكده تمام قوي، ونعيد ونزيد طول السنة فيهم. يا جماعة طب عاوزين ندخل للعمق شوي، ده كان احنا طول عمرنا كنيسة عميقة، مدرسة اسكندرية دي طلعوا منها العتاولة القرن الأول والثاني والثالث، طلعوا منها اللي علموا العالم كله المسيحية، فنبقى احنا في القرن 21 واخدين الحكاية من قشور كده، تلاقي خادم قديم بس في حاجات مفروض انها بديهية ما يعرفهاش ولا مهتم انه يعرف. برضو احنا مش عاوزين علماء، لا بس مسؤولية، بس انت خادم يعني دكتور ما فتحش كتاب طب، طب دكتور ازاي يعني؟ ما حاجة تخوف برضو. من السطحية يا احبائي كمان ان الواحد يبقى سطحي حتى في صلواته، يعني ايه؟ انت خادم المفروض ضايق ربنا اكتر من غيرك، لما تيجي تصلي نكر الكلمتين كر ويبقى الضمير مرتاح، وبعدين نقعد نحكي ونجيب سيرة الناس بقى. طب ما دي سطحية، وهي الصلاة كده؟ الصلاة دي مش كلام مع ربنا؟ طب مش تاخد بالك من كل كلمة بتقولها؟ طب مش تراجع نفسك على الكلام اللي بتقوله؟
زي مرة شافه واحد بيبكي، راجل عجوز راهب قديس، فابنه بيقول له بتبكي ليه؟ قال له يا ابني في كلام في الصلاة مش قادر أقوله، كل لما أجي أقوله يقف في زوري مش قادر أقوله. لما بالمزمور بيقول 7 مرات سبحتك، بلاقي نفسي ساعات ما كملتش 5 مرات فمش قادر أقول الآية دي. مزمور تاني يقول نهضت في نصف الليل لأشكرك وأنا ما بصحاش في نص الليل. فالراجل مش قادر يقول جملة لحسن تكون مش راكبة عليه. احنا بنقول مزامير كاملة مش راكبة علينا وعادي جدا، تلاقي نفسك بتقول كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه وانت عمال تتاوب ونعسان ولا إيل ولا حشرات حتى. يعني الإيل ده واحد بيجري عشان المية مستقلها جدا، عطشت نفسي إليك يا الله. عطشت نفسي إزاي بالمنظر ده؟ انت لو عطشان ما يبقاش ده منظرك طبعا. ولا من الأعماق صرخت إليك يا رب، وانت مخك في الفيلم اللي بتفكر فيه اللي لسه طفيه من قبلها ب5 دقايق، أعماق إيه؟ أنهي أعماق؟ تبقى سطحي. وهل ربنا بيضحك عليه؟ ما ربنا بيضحكش عليه، عارف كويس يعني إيه واحد صلاته من قلبه أو بالتركيز، وعارف يعني إيه رص كلام سطحي. في واحد يقرأ بالذات اللي بيعملوا الواجب أشطر من غيرهم طبعا، لكن بيبقى همه بس يعمل الواجب. طب يا حبيبي مش تاخد حاجة لنفسك؟ الواجب ده غرضه إن الكلام يقطع فيك ويغير، تطلع بمعنى تلحق بيه نفسك قبل ما العمر يخلص. وفي ناس أساسا ما بتستعناش تعمل الواجب. طب أنت خادم إزاي إذا كان في واجب ملزم وأنت ما بتعملوش؟ على الأقل بنساعدك تقرأ الإنجيل بانتظام. طب مش تشد حيلك شوية؟ مش الإنجيل ده بتاعك وده سلاحك وده اللي بيعمل الخادم خادم؟ طب ما تديله وقت شوية، طب ما تقرأ بزمة أكتر شوية. في واحد يقرأ الإصحاح ما فهمش 3/4 ويقفل. طب هو الكلام مطلوب يتفهم، مش مكتوب وخلاص، مش طلاص، ده كلام فليفهم القارئ. لكن من السطحية أن أنا مش عاوز أعمل حتى أي مجهود عشان أفهم، أشوف أي كتاب ولا أي حد يقول لي الكلمة دي معناها إيه ولا السطر ده معناه إيه. سطحي. قرينا قرينا زي ما قريناش، طب ما في الآخر مش فارق. من السطحية أنك أنت أحيانا تكون في فكرة جديدة بس محتاجة مجهود في الخدمة تلاقي نفسك مش متحمس ليها، كفاية على قد الزيارة وكلمتين اللي بنقولهم وكويس قوي على كده. أبونا ده عمال يزودها كل شوي. يا حبيبي ده احنا بنفكر في الناس وعاوزين نغيرهم، عاوزينهم تنمية، وبنقول بقى ايه محو أمية، نقول كوتشنج، نقول حقق حلمك، نقول مشاريع، نقول عادات خدام، عاوزين الناس تتملي. تلاقي واحد واخد الأمور بالسطحية، كل اللي بنقوله ده كلام، هو في الآخر متفق مع ضميره أنا هعمل الحتة دي، محدش يطلب مني حاجة أكتر من كده. طب يا حبيبي ما دي سطحية ليه؟ ما الخدمة بتمشي في اتجاه وانت واقف مطرحك مش تغوط معانا. طب احنا عمالين نغوط كده عشان نغير في دماغ المخدوم اللي بنخدمه. ايه علاج السطحية عشان الوقت؟ اولا السطحية مرض خطر، خطر ان الخادم يكتفي بمنظره كخادم ويقبل فقط انه يكون خادم سطح في الوقت اللي حواليه ناس الخدمة بتعمل منهم قديسين. صدقوني وسطيكوا ناس الخدمة عملت فيهم اللي ما تعملش طول العمر، والتغيير حقيقي من جوه ومن بره، وتوبة صادقة جدا. وسطيكوا ناس ما بتطلعش الكلمة في درس إلا لما تكون قدمت توبة ورجعت نفسها 100 مرة على الكلمة اللي هتتقال دي، لأن ناس واخدها جد، بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. في ناس بتحاسب ضمائرها عن كل شخص بتشوفه في الخدمة، يا ترى تغير، يا ترى أنا قلت الكلام اللي ربنا عاوز يوصله، لو كان خادم أحسن مني مش كان جاب نتيجة أفضل. طيب نعمل إيه عشان نطلع من السطحية دي؟ أول علاج للسطحية خوف ربنا. ليه؟ اتقال على ربنا أنه فحص القلوب والكلى، الكلى يعني الضمائر أو الدواخل،
مش الكلى يعني بمعناه الحرفي طبعا. يعني ربنا انت ممكن من برة تعمل نفسك خادم عادي، ما هذه سهلة دلوقتي، لكن ربنا باصص جوه. طب ما دي جوه دي مشكلة. هل بتحب الناس دول بجد؟ الحكم ربنا. لو بتخاف ربنا هتتكسف. يا رب انت عارف اني لغاية دلوقتي ما حبيتش الفقراء كما يجب، بالعكس يمكن بقرف منهم، يمكن بتغاظ، يمكن بزعق لهم، يمكن بدنهم في دماغي واقول هم اللي كدابين ومستهترين. طب يا حبيبي ما انت ناقصك حب، طب صلي، طب اشتغل في الاتجاه ده، عالج نفسك من الحتة دي. ازاي بتخدم القديسين دول وانت لسه مش عارف تحبهم؟ ما دي مشكلة. يبقى هنا خاف، الخوف علاج. اللي يخاف ربنا خوف المسؤولية، لانه إذا كان ربنا بيسائل، حركة المسؤولية دي موجودة في قصص كتير قوي في الكتاب. مثلا أعطي حساب وكلتك، لما وزع الوزنات جه في الوقت وقال يلا كل واحد يقول لي عمل إيه، وقت العذارى الحكيماء. يعني دايما في حتة المسألة، هتسأل عن اللي في إيديك. طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجد واصنع هكذا، حقا أقول لكم أنه يقيم على جميع أمواله. إن قال ذلك العبد الرديء في قلبه سيدي يبطئ قدومه، فيبدأ يضرب الأماء والعبيد ويأكل ويشرب ويسكر، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يعرف ساعة لا يظنها فيشق من وسط. خوف الدينونة أو خوف المسألة، خايف يا رب تسألني عن الناس دي أقول لك إيه؟ ما خدمتهمش كويس بصراحة، ما خدمتهمش بزين، ما حضرتش كويس، ما صليت لهمش كويس، ما تعبتش معاهم كفاية. يجوز لو تعبت أكتر من كده كانوا تغيروا، يجوز لو جريت وراهم أكتر من كده كانوا رجعوا. الخوف لوحده هيخليك مش سطحي، مش هتقبل إنك تقول أي كلام وتعمل الخدمة تلصقها، مش هتقبل. والخوف طبعا ده بيعالج حاجات كتير، كل الخطايا اللي قلناها قبل كده أو أمراض الخدمة علاجها الخوف المقدس. اللي بيخدم وهو في حتة خوف، خوف مش رعب، خوف مفيد، إنه يا رب أنت خدامك ملائكة، أنا أروح فين في الملائكة؟ ارحمني واقبلني واحسبني خادم عندك ولم ورايا وعوض تقصيري وأنا ضعيف. كمان حاجة تاني، فحص النفس. اللي يحميك من السطحية انك تراقب نفسك كل شوية. هل انت عامل بالظبط اللي ربنا عاوزه منك كخادم؟ ربنا مش عاوزك بولس تسيب بيتك وتسافر، ولا عاوزك مريمينا تستشهد، بس ربنا حط لك ظروف انك بتخدم يوم كل اسبوعين وبتزور ناس طب على قد دي مش تخليك امين؟ اعمل بقى اللي عليك بذمة، بدل هي حاجة محددة وواضحة خليك أمين. ما هي الأمانة عكس السطحية. هتكتشفها إزاي؟ غير لما تفحص نفسك. صلواتك سطحية ولا عميقة؟ قراياتك سطحية ولا عميقة؟ علاقاتك بالناس سطحية ولا عميقة؟ المعاني الروحية اللي بتسمعها أو بتقراها أو بتقولها بتاخدها من على الوش كده ولا بتعيش فيها شوية؟ تعيش فيها، لأنه العمق ده هو اللي بيخلي الواحد يختلف. ده اللي بيفرق خادم عن خادم، إنه الكلام اللي واخده على نفسه، واخده كده لجوه. صدقوني ما أظنش إن في أي حاجة خلال خدمتنا ولو خدمنا بس 3 سنين مش هنكون، يعني مش هتكون وصلت لنا في طريق خلاص. مفيش معلومة ضرورية لخلاصك مش هتكون عدت عليك في 3 سنين، ده أنا عاوز أقول يمكن في سنة، لأن طريق خلصنا مش صعب. توبة وصلاة وحب الناس وقراية إنجيل وتناول معروف كل ده، بس كل ده محتاج عمق مش محتاج منظر. لأن ربنا قال لنا كلمة تخوف، قال إن لم يزيد بركم على الكتبة والفريسيين مش هتدخلوا السماء. تدين الكتبة والفريسيين تدين ظاهري سطحي، حتى لما يطولوا في الصلاة بيطولوا لعلة، يأكلون بيوت الأرامل، يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمل، كلها منظر. قال لو ما زادش بالركوع عن كده مش هتدخلوا السماء.
يبقى لازم الواحد يعالج السطحية اللي في حياته. كمان ربنا حاطط لنا ناس حوالينا أكثر عمق. مش ممكن واحد فيكم يكون في الخدمة إلا وشايف فيه خادم أكثر منه عمقا ولو في حاجة معينة. هتلاقي واحد مذاكر الإنجيل أكتر، هتلاقي واحد بيحب الناس بتوعه أكتر، هتلاقي واحد صلاته فيها تركيز أكتر، هتلاقي واحد واضح عليه التزاماته تجاه الخدام أكتر. طب ما هو كل ده بيقولك إن في حاجة أحسن من اللي أنت فيه، مش محتاجة وعظة، ما أنت حواليك ناس بيشاورولك إنك أنت ممكن تعمل أحسن من كده. عارفين زي إيه؟ قايين غار من هابيل. ربنا كان مستغرب، طب ده هابيل محطوط جنبك يا قايين عشان تعرف إن في حاجة ممكن تتعمل أحسن، وإن أحسنت أفلا رفع. ما هو ده أخوك وأشطر منك وأنا قبلت ذبيحته، اعمل زيه. مش بقول لك أكتر من كده، مش حاجة عجيبة ولا غريبة ولا صعبة. لا، قلبت معاه بغيرة زي ما حكينا في الغيرة وبزت الدنيا، مع أن كان علاجها سهل. ده أنا حطيت لك هابيل أخوك مش عشان تغير منه، غير في الحسنة بقى، يعني يقول طب ما أنا ممكن أعمل زيه، صعبة. أحبائي تعالوا نعالج شوية السطحية وإحنا داخلين على صيام الميلاد. كل سنة وانتوا طيبين. الصيام فرصة دايما للعمق. صيامات كنيستنا كتيرة لأن كنيستنا ما تحبش تبقى الحكاية ظاهرية. قدسوا صوما إيه؟ نادوا باعتكاف. الاعتكاف معناه أنك تدخل تعتكف، تفكر في نفسك، تفكر في قلبك ومشاعرك وأفكارك واهتماماتك وعشورك وخدمتك وعلاقاتك، وتفضل كده تراجع نفسك. هل ده كفاية؟ هل ده ربنا اللي عاوزه؟ أكيد عاوز حاجة تاني أو أكتر من كده. ففرصتنا في الصيام، اللي بيصلي قداس يزود قداس، اللي بيصلي 5 مزامير يخليهم 10 مزامير، اللي بيقرأ 10 دقايق يخليها نص ساعة، اللي بيقول صلاة يسوع يزودها، اللي بيأكل 5 طقات يخليهم 3 بس، اللي بيتكلم كتير يتكلم قليل. يعني ناخد خطوة للعمق، نعالج السطحية اللي في حياتنا، لأن الله لا ينظر إلى الوجوه. ربنا ما بيتغشش في الوش، لا بيحسبها عدد سنين خدمتك ولا بيحسبها مركزك والتايتل بتاعك. يوحنا المعمدان 6 شهور أعظم مواليد النساء. يبقى الموضوع ما كانش لا بالوقت ولا بالسن ولا بالعمر ولا بالعلم، الموضوع كله بالعمق. الراجل ده كلمتين من قلبه كان بيطلع آلاف مؤلفة توب، لأنه عميق، بيحب ربنا جدا، صادق مع نفسه جدا، مخلص في صلاته وصومه جدا. طبعا كل كلمة طالعة منه مؤثرة جدا. لإلهنا كل مجد وكرم.